بسم الله الرحمن الرحيم. درعا بلدة أم ولد خسرت اليوم حوران، وبلدة أم ولد الشهيد المجاهد البطل كمال غوثاني المعروف بأبو شادي إثر كمين غادر من قبل عصابات الأسد في بلدة الطيبة. استشهد اليوم بتاريخ 6/9/2012. إن لله وإنا إليه راجعون. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. 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 نقول لعصابات الأسد أن نحن قوم لا نستسلم، ننتصر أو نستشهد، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.